تمام. إذا الآن نرى استرجاع ملفاتي بعدما يعني قمت بفرمات سواء عن خطأ أو سواء عن كان اختياري، ثم تبين لك أن في داخل فلاشة أشياء مهمة عندك أو هارد ديسك داخلي أو خارجي. الآن ربطت فلاشة وفتحته هكذا، كم فيها ملف؟ ثلاث ملفات، أليس كذلك؟ هنا في داخلها فيديو وفيها أشياء أخرى، فلنرجع إلى حلول أيضا فيها أشياء أخرى، وهنا أيضا فيها أشياء أخرى، أليس كذلك؟ الآن نقوم بفرمات هذه الفلاشة. صاحب هذا الفلاشة لا يخلق، لأن كل ما فيها موجود في داخل الجهاز، وسوف نرجع أيضا. الآن أنا أقوم بكليك يمين ثم فرمات الفلاشة أيا كان، أيا كان أيا فرمات، سواء حتى غيرته إلى انترفيس أو أيا كان، مفهوم؟ ستارت هكذا، ثم أوكي، ثم يس. تمام، ثم اوكي، ثم كلوز. هل ترون في داخل هذه فلاشة اي شيء اخرى ايضا؟ لا، مسح كل الاشياء من داخلها. تمام، هذا البرنامج استخدمه في استرجاع اي ملفات مسحته في داخل فلاشة، سواء عن طريق فورمات او سواء حتى عن طريق ديليت، حتى عن طريق شيفت ديليت. تمام، قم باستخراج يعني هذا الملف من داخله حتى يسهل معك التعامل. يمكن تتعامل في داخل هذا، يمكن تثبيته في داخل الوراء، لكن قم باستخراجها هذا اسهل لك. كليك يمين ايضا فقط، اكسترا فايل هكذا، ثم اوكي. الان قام باستخراج الملف هو هذا. الان دبل كليك نفتح هكذا، ثم كليك مرتين. أقول لكم أي برامج يعني لم ترى له تفعيل معنى هذا البرنامج غير كامل، مفهوم؟ أي برامج أنت فتحتها ملفه لم تجد معه كرك أو لم تجد معه هذه ورقة صغيرة في داخلها تفعيلات، برنامج غير كامل. تمام، إذن كليك مرتين عليها، ثم يس، ثم نكست، بعد ذلك موافق، ثم نكست، نكست. ايوه، الان لا نقوم بفتحه، نشيل علامه سهم من هنا ونقول فينيش. تمام، الان برنامج نزل، لكن هذه البرنامج عندما تنزل لا تاتيك على سطح المكتب، يوجد في اي مكان. اذا كان عندك ويندوز 8 لما انت تعمل كليك هنا يكون عندك سهم صغير في تحت، اعمل كليك على هذا السهم ثم ابحث عن كلمه انفورمات، وشكله يكون على شكل ورقة، على ورقة شجرة، سوف نراه الآن. لا، لو ويندوز 10 يكون معك مثل ما موجود في يعني صف 7، لكن في 7 لازم تدوس على All Programs، لكن لو 10 لا تحتاج إلى هذا، فقط أنت تقوم بسحب هذا وتنزله إلى أن ترى ملف باسم Informat. الآن نقوم بكليك على All Programs، ثم ننزل إلى أن نرى ملف باسم Informat Professional هذا. اعمل كليك مرة عليه ليس مرتين، ثم تعال إلى اللي هو انفورمات على شكل ورقة هذه، كليك يمين عليه، ثم سيتو، ثم اختار ديسكتوب سكرين شوت. الآن شوف أتى معك على سطح المكتب، هو على هذه الشكل. إذا لو ويندوز 8 معك عندما تعمل كليك على هنا ثم عملت كليك على سهم تبحث عن هذه ورقة على هذا الشكل، ثم كليك يمين عليه أيضا هو ست يعني تعمل كليك يمين عليه ثم سيتو ثم تضعه على سطح المكتب هنا. الآن نقوم بفتح البرنامج ثم يس بكليك مرتين وننتظر قليلا. الآن البرنامج فتح معنا الآن، وإنما يفتح البرنامج مباشرة يعرف أي ذاكرة عندك عملت له فورمات، يهدده مباشرة. شفتم هذه فلاشة اللي هو تري هذا، تهدده مباشرة، ولو كنت قمت بفورمات اي هارد ديسك عندي هو كان يختاره مباشرة. تمام، الان لو يمكن ان تتم العملية بهذه الكيفية، لكن لو كان مساحة، لو كنت مساحة 10 جيجا يرجع معك كم جيجا؟ 5 بس. لكي يكتمل مثل ما مسح لازم تفتح ملف البرنامج ايضا وتفتح هذه الورقة، ثم تبدا تعمل سيلكت لي الاسم هنا، ثم كليك يمين، ثم كوبي، ثم تاتي الى البرنامج
هيلب هنا يبقى الكليك عليه وتدوس على ريجستريشن. الذي عملت يعني حددته من نام دعه في هنا. ولو لم ترى بيست ايضا استخدم كنترول في. ثم خذ هذا من الاول حتى الى الاخر. لو نسيت ولو صفر واحد لن ينجح معك العملية. تمام. ثم كليك يمين كوبي. ثم تعال الى البرنامج وكليك يمين على مكان كي وبيست. ثم اوكي. ثم اوكي. الان يرجع اشياء 100%. الان حدد الملف الذي عملت له فورمات مباشرة. لم يحدد اذا تعال وحدد الملف الذي تريد استرجاع ملفاته. وان لم تستطع ان تعرفه في داخل البرنامج هنا افتح كمبيوتر وشوف هارد ديسك التي عملت له فورمات امامه اي حرف. اذا ابحث عن ذلك الحرف هنا. اذا اعمل كليك على اللي هو تري هذا اللي هو الفلاشة. ثم نكست. الان انتظر ليس ما ينتهي هذا. وهذه يأخذ معك فترة طويلة. ربما ممكن يأخذ بعض يعني لو حسب البيانات التي معك. لو 10 جيجا اقل وقت من 20 جيجا التي عملت له فورمات. وهكذا. اذا تنتظر هكذا ليس ما ينتهي من عملية الفحص. اذا يمكن لنا ان نمشي ونصلي حتى ناتي نجده ان اكتمل ونقوم بباقي العملية. السلام عليكم. اذا هكذا نتركه ليس ما ينتهي حتى ينتهي خالص. لكن الان ما عندنا وقت لهذا فسوف نقوم يعني بقطعه. ولكن الذي قام باسترجاعه يرجع هؤلاء الان. يعني نحن نقطعه تقريبا كنص يعني يرجع نص ولا يرجع نص. لكن نتركه حتى ينتهي. لو عندك يعني لو انت تعمله في البيت اتركه حتى ينتهي. لكن الان نحن نقوم بتوقيفه حتى نرى باقي العملية التي سوف نراه لكي نرجع الملفات. تمام. اذا انا اعمل سيت اب هنا ثم يس. هذا لو انا اريد ان اوقفه. لكن لو انت لا تريد توقفه ما في مشكلة. تقوم باستكمال العملية. ثم بعد ذلك ادوس يعني نكس الان. تمام. بعد ذلك تجد هنا عندك فلاشة بتاعك اللي هو سان ديسك هذا. تعمل كليك عليه. انتظر ليس ما يصل هذا الى 100. وهذا لا يأخذ وقت اكبر يعني. هذا الآن يأخذ معنا وقت لأن العملية لم تكتمل في مكان استرجاع هناك. لو اكتمل أنت لما تعمل كليك على هذا مباشرة يصل إلى 100 على 100. ثم بعد ذلك في هذه المكان يظهر لك كل ملفات أنت مسحته. تجده هنا في هذه الأيقونة هنا. ما عليك فقط كليك على الملف ثم دوس على ريكوفر تو هكذا. ممكن ننظر لو هو ممكن قام براجع لم يرجع ملف أكثر أولا. شفتها؟ الآن شوف أنا وقفته في الطريق لكن نرى كل أيزو التي كان في داخل الملف الثاني. لو تركناه حتى ينتهي يأتي لنا باسمي هنا. لو عملت كليك عليه شفتم أيزو كل أيزو كان في داخلها موجود الآن. لو تركناه حتى يكتمل تماما ودوسنا على هذا انتهى إلى 100 يظهر لك الثلاث ملفات أو حتى لو 10 40 ملفات يظهر معك هنا. فقط كليك عليه مباشرة ثم تات الى ريكوفر تو. لو ترجعه لا ترجعه الى فلاش الذي عمل فورمات. لا ارجعه الى يعني ذاكرة اخرى. مثلا افتح في سطح المكتب اي ملف باي اسم. ثم بعد ذلك ابحث عن ذلك الملف على سطح المكتب. هو هذا فقط. ثم اعمل سيليكت هكذا. ثم بعد ذلك تمام. ثم افتح الملف. ايوه اكف هنا ريكوفر تو. ديسكتوب. الان اجد الذي وقفت عليه هو اتى عندي الان.
ولو تركت حتى ينتهي يمكن أن أرجع كل ملفات واحد بواحد، يعني أقف على هذا الملف ثم آتي إلى ريكوفيرتو أداه في ملف هنا، وهم أنشأ ملف أخرى وأرجع كل الأشياء وهكذا إلى أن ينتهي. كل ما مسها يكون موجود عندك بالأسماء وبالملفات من غير ما يختل. مثلا في بعض ريكوفري يجعل جميع فيديوهات مع بعض حتى لو ليس واحد، أما هذا يترك كل واحد في ملفه، ترجيه كل واحد بملفه من غير اختلاط. فهمنا؟ ان شاء الله. ممكن عندما تذهبون البيت جربوه في مثلا امسى اثنين فيديو، ضع اثنين فيديو في فلاشه ومن له فورمات اتى يكون عمليه سريعه عندك. تمام. اذا الان نبدا.